صباح الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وعلى ما يرام. رانا الصباح راهي 6 راهي 6 تاع الصباح، رايحه للخدمه وبدا البرد ويقصح البرد. لكل سيده عامله نوجه تحيه ونقول لك ربي يعاونك، ربي يوفقك في المسيرة ديالك، وراها مسؤولية كبيرة المرأة أو السيدة وربة بيت، يعني مسؤولة، اللي عندها زوج، اللي عندها أطفال، اللي عندها عائلة، اللي عندها بيان سور كما يقول لك مسؤولية راهي كبيرة في عاتقها، راه جبل. نقول لك سيداتي، انت راكي تخدمي برا وراكي بيان سور كاين ناس بزاف يستحقروا يعني من المرأة، لكن المرأة اللي تشتغل برا الاكستيريور عندها شغل واحد اخر وكبير واكثر في الدار. يعني المراه اللي تشتغل في الاكستيريور، يعني اللي عندها شغل اللي تخدم وتشقى برا، راهي تزيد تولي للدار تلقى خدمه. دونك كاين الاطفال، كاين توجدي لهم الماكله، وهذا سي ان دوفوار، يعني واجب بصح خدمه. يعني تروحي تجي تعبانه، خلينا تخرجي لو تراجي الباركور اللي ديريه برا في الطريق، وخلينا كي توصلي للخدمه، وخلينا كي توصلي للخدمه وتبداي تشتغلي اون بلان سيرفيس كوني اون بلان ترافاي، يعني لينيرجي كو تو غاسبي كو تو ديبونس، يعني الطاقه اللي راكي تبذري فيها. ويعني لازم المراه تحافظ على الصحه نتاعها، وخاصه لا سونتي مورال او مونتال، بمعنى لازم الانسان او المراه لازم يحافظوا عليها العائله تاعها من الناحيه البسيكولوجيكيه او النفسيه، ما يقلقوهاش. بصح هما نو ما يراعوش المراه، ما يراعوش الام او الزوجه، فمن المفروض انهم يحسنوها، انهم مي بون يا دي بيتي زانفون كي فون دي كادو دي بيتي كادو دي بيتي جيست بور لا مامون بور لانكوراجي فوالا. دونك هذه هي، ما كاش لي يحس بالمراه الزوجه او الام اللي هي ربت بيت مسؤوله، لانه راه عاتق كبير فوق راسها وفوق كتافها وعلى ظهرها، لانه راه مسؤوليه وراه جبل راهي هزاته. تحيه لكل امراه مني انا من عندي قناه لندا دي زيت شمس الحياه، السؤال اللي راهي تشتغل في برا وفي الدار، نقول لك تحيه مزدوجه، يعني تحيه كبيره صدقه من اعماق القلب. نقول لك يومك مبارك سعيد وتحيه طيبه من اعماق القلب. فوالا هذه هي، باش نقول لكم احبكم في الله. وانا عديت هذا الفيديو باش نحيي كل امراه عامله، تفكرت كاين بزاف ناس تستيقظ الصباح تنوض ولادها تبكر تعطي لهم لبتي ديجوني، كاين اللي تولي للدار تعاود تلقى خدمه واحده اخرى، تلقى دي زيطاج تاع المواعن، بزاف صوالح. دونك لي كورس افير، لي شوبينغ، دراري تخصهم باسكيت، تخصهم هكذا، تخصهم هذه الادوات المدرسيه، تو دو افير لوغ دوفوار، ديري لهم لا دوش، طيبي، تخمي واش طيبي، تكرهي من الطياب، روتين. هذه هي بون البنات نديمارو. اوكي انا بون البنات، انا نروح نعمر الغازوال، طوموبيل ما فيهاش فرغ الغازوال، فوالا. دونك هذه هي، دونك تحية لكم كامل البنات، نخليكم مع هذا الموسيقى، نحط نصور لكم طريق شوية ماشي بزاف. نقول لكم إلى اللقاء، فرجة ممتعة. قهوتي جبتها معايا البنات، لا تفارقوني القهوه.